السابق ومدير الفني الحالي للانتاج الحربي للتنانو التوفيق، وكان من شويه محمد شيحه كان بيتكلم على موضوع بابا اركو، وكان بيتكلم على موضوع كابتن شاوي غريب. فكابتن شاوي اكيد يعني ليه رد او ليه حاجه عايز يقولها عن موضوع اركو. ازاي كابتن شاوي؟ اهلا بيك، ازيك كريم؟ وطبعا سلامي لكابتن سمير وكابتن رامي، وبقول لهم يعني الف مبروك لنادي المقاولين ان يجيب عنصرين لعيبه كبار، لعيبه عارفين معنى ايه لما الالتزام. الاثنين كانوا عشر كانوا موجودين معايا في نادي سموحه، خير اخلاقا ولعبا وادبا وكل شيء كريم، فنيا وكرويا يعني بصراحه. يعني لعيبه كويسه ما شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن شوقي. والله دي حقيقه، يعني دي حقيقه. يعني ما بقى مبسوط سمير، وشوف ممكن نفس الوضع كده كريم. والله اكيد يا كابتن شوقي اكيد، وباذن الله ربنا يوفقه وبتكسبنا كويسه مع طبعا كابتن الكبير الكابتن حسن. الله يخليك يا بشاوي. يعني طبعا صورنا الانتاج الحربي اول امبارح وعملنا تقرير جميل جدا، وشفنا ما شاء الله عامل فرقه كويسه وجايب اسماء كويسه جدا برضو، يعني ان شاء الله هتكون فرقه جامده مع شوقي غريب في الدوري المصري الانتاج الحربي يا كابتن شوقي. والله كريم الحمد لله، يعني يمكن لما بدات ان انا تكوين الفريق او اخترت كده، كان اول حاجه ان انا اكون الجهاز، والحمد لله ربنا وفقني في الجهاز اللي موجود كلهم لعيبه كويسين ولاعيبه كويسين مميزين الحمد لله، وباصبحوا الان مدربين ومدربين على خلق ومدربين كبار الحمد لله. كل مجموعه المدربين اللي تم اختيارها سواء كانوا موجودين معايا او كمان تكمله الجهاز من اولاد الانتاج اللي كانوا شغالين في المكان الموجود في الجهاز. ايوه. وفي نفس التوقيت بدات بعد كده تكوين الفريق، ويمكن الحمد لله كريم ان احنا قدرنا نوصل. انا عندي متوسطات اعمار كويسه جدا، يعني عندي ست لعيبه فوق 30 سنه. أيوة. عندي 5 لعيبه برضه نفس الوضع اللي هم من 28، وبعدين عندي حوالي مثلا 13 لعيب او 12 لعيب اللي هم او 14 لعيب اللعيبه 95 اللي هم متوسط اعمارهم من 20 ل 25. ناس كتير بتبص للعيب اللي عنده 30 سنه انه خلاص كبر، بالرغم ان لا ده كلها اسماء جامده يعني. لا لا فتح الله فتح الله ومحمود عبد الحكيم وصلاح امين، لعيبه كويسه قوي، وبابا اركو وبتأدي. يعني انا عايز اشوف رامي السنه اللي فاتت في نادي الاتحاد السكندري من افضل اللعيبه اللي موجودين. صح. برضه لما نيجي نشوف صلاح امين او ابص لبابا اركو او ابص لفتح الله للعيبه كتيره كانت عامله بصمه في كل نادي موجود فيه، لكن هي سنه الحياه في الاحتراف كريم. عمليه التغيير من نادي لنادي ده عمليه مقبوله، يعني عمليه في الوسط الرياضي. أيوة. انا شايف انها عمليه مقبوله وعمليه كويسه، يعني ما هيش حتى بتدي عند اللعيب طموح اكتر انه عايز يأدي ويظهر بشكل افضل. يعني بالظبط يا كابتن شوقي. الحمد لله. بالنسبه لموضوع بابا اركو، كان يعني وكيل لاعبين محمد شيحه بيتكلم معايا من شويه وبيقول ان النادي المصري زعلان من الانتاج الحربي ان هو ومن كابتن شوقي غريب ان هو خطف بابا اركو من المصري، ان كان المصري بيتفاوض معاه وبعت له تذاكر الطيران، والناس اتفاجئت ان الانتاج الحربي وقع مع بابا اركو. بص يعني انت عارف شوقي واخلاقيات شوقي، لا انا بخطف لعيب النادي ولا بجيب لعيب النادي. موجود راهي وموجود سمير واسالهم لما كنا بنتكلم وبيقولوا المقاولين، قلت لهم روحوا النادي المقاول. وموجودين عندك واسالهم. ايوه. بره اي موضوع وبره اي حاجه. ولا عمري في حياتي ان انا بدري عشان اجيب لعيب كان النادي متعاقد معاه ولا موضوع ولا مش متعاقد معاه، كنت اتمنى ان الكلام ده يطلع والمسؤول يعني يطلع مسؤول النادي المصري رئيس النادي، وانا حصل بيني وبينه مكالمه كان يطلع يقول الكلام ده او يطلع يقول اي حاجه. وموضوع بابا اركو كريم، لو انت فاكر من بعد ما بابا اركو مشى من نادي المقاولين خلاص. وانت لسه سالتني مره واستنى سالني بابا اركو، قلت لك انا هاخد بابا اركو. صح. حصل من زمان مش من دلوقتي. ايوه. صح. وبعد ولو كان راح النادي المصري انا ما كنت عمري ما كنت هبقى زعلان يروح المصري. النادي المصري ده كبير له كيان وجماهيره كبيره وعسكر كره القدم والناس اللي فيه مجلس اداره محترم والناس اللي محترمين. لكن ما اتمناه فلا يقحم احد نفسه ان يكون واصي على الانديه. يعني اتمنى كريم ان احنا بنقول دلوقتي اذا كنا بنقول بالاحترام وبنتكلم في حاجات وبنتكلم في كده، ان ما فيش واحد وصي، يعني ما فيش حد ما معاش اتكلم باسم نادي او اتكلم باسم مؤسسه او اتكلم باسم حاجه. المؤسسه اللي انا بشتغل فيها مؤسسه كبيره جدا زي ما هو بيقول، مؤسسه عسكريه، مؤسسه محترمه،
مؤسسه مش بتجري انها تجيب لعيب ولا اي حاجه، الكابتن رامي والكابتن سمير موجودين وهم اولادي وعارفين كده كويس، لهم كمان في المبالغ الماليه حد معين يقفوا عنده، ما بيقدروش يتجاوزوه، ما بيقدروش يعملوا اي حاجه، لان دي امور موجوده وهم واسال اللعيبه. اللعيبه طبعا انا كريم كلهم اصدقاء وانت عارفهم وكل حاجه. أي. لكن ساعات في ناس بتحب تقول ان احنا اوصياء على 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 حد او واطي على حد، ما فيش واحد واخد توكيل يتكلم بالنيابه عن حد ولا يتكلم في اي حاجه. بابا أرجو يمكن في تصريع عندكم في قناه النهار صرح وقال ايه سبب انه قاعد في نادي الانتاج. لا السبب اللي قاعد في نادي الانتاج كان شوقي، ولا السبب اللي قاعد في نادي الانتاج كان المؤسسه، لان بابا أرجو قاعد في المؤسسه العسكريه في قلاع الجيش سنين عمره كلها المميزه، قعد في نادي المقاولين وفي سموحه سنين عمره كانت كويسه وكل حقوق وادى اداء طيب وادى اداء كويس وادى بشكل طيب، كان من الممكن انه يستمر له، كان لو كان فضل في النادي او كان فضل في اي حاجه، لكن لا لم نصحب. يعني حضرتك كنت ولم نصحب نادي كبير زي النادي المصري في هذه المعركه، لان لا معركه ولا خناقه ولا اي حاجه نهائيا خالص، وفي الاخر رغبه لعيب، ولو قال انا عايز اروح النادي المصري اروح النادي المصري، لو قال انا عايز العب في اي مكان هيلعب في نادي في اي مكان، لكن احنا الشو الاعلامي اللي احنا بنعمله او الظهور ان انا البطل وانا اللي جاي عليا وانا اللي عامل وانا مش عارف ايه، والتهديد والكلام والالفاظ الكتيره قوي، الاحتقان واللي مش عارف ايه، بتهيألي يا كابتن كريم برضه قناه كبيره زي قناه النهار اذا فيها ممثلين كبار كلهم التقدير والاحترام، يكون عند يعني يكون في حاجه للضيف اللي بيخش يتكلم، بس هو عارف ان انت رديت وعارف ان انت رديت الكلام، وانا مش ممكن اقول زي ما الشخص طلع اتكلم او قال او اي حاجه، لكل شخص احترامه، هو له احترامه كشخص له تقديره كشخص، لكن ما حدش عينه واطي على النادي وما حدش عينه واطي ان يتكلم باسم اي حد. تمام، بالتوفيق يا كابتن شوقي، ويعني ان شاء الله نشوف الانتاج الحربي في مركز مميز جدا في الدوري، وحضرتك ان شاء الله يعني كمان يبقى في نجاح كبير مع الجهاز الفني المحترم، الاسماء الكبيره عبد الظاهر السقا ووائل رياض شيتس وعبد الستار صبري واسامه عبد الكريم وخالد مهدي مدير الكوره مع اداره النادي، ان شاء الله تعملوا حاجه كويسه يا كابتن شوقي السنه دي. يا رب يا كريم يا رب كده، ويكون خير السنه الجايه كده لنا وللكابتن حسن باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن شوقي، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن سمير وكابتن بالتوفيق يا كابتن. الله يخليك يا كابتن ان شاء الله. الله يخليك، بشكرك شكرا جزيلا طبعا المدير الفني الكبير كابتن شوقي غريبي، المدير الفني للانتاج الحربي، والاحترام طبعا كل كابتن شوقي والانتاج الحربي، واحترام لمحمد شيحه، كل اللاعبين كل واحد بيقول وجهه نظره، لكن كابتن شوقي زعلان شويه ان هو يعني شيحه الاحتقان وحاجات كده، لكن